الليله نحاولوا تكون سوري هتام على الاقل دي ديكلاراسيون دامور. تحكيوا حكايات في الحب في الرومانسيه في في على الناس اللي تحبوهم على الناس اللي تحبوا تعيشوا معاهم على الناس اللي تحبوا تقولوا لهم اللي ما لازمتوش تقولوه لهم في الدنيا بيتر الليله في الراديو اون ديريكت على موزايك فان في برنامج سر كبير نجم تقولوه على رقم 71 113 ألف. المكالمه الهاتفيه الاولى. لو مساء الخير. الو عسلامة خويا علي. الو عسلامة سيدي مرحبا. اسم خويا؟ وبيك يا عيسى. اسم خويا؟ كله خالد. مرحبا بيك خالد. قداش عمرك خالد؟ 32 32 سنة. مرحبا بيك يا خالد. وبيك عايش خويا. شنو اللي مصهرك الليلة وخليك تتصل بينا وتحكي معنا خالد؟ والله يا بون انا ديما نسمع في المانيا ديما مواكب البرنامج هذايا. مرحبا بيك سيدي. مرحبا بيك. مرحبا. عايش خويا. مرحبا. وعندي بيتي بروبليم جوست حبيت علي صوتك شوية باش نجم نسمعك. قرب شوية التليفون. جوست عندي خويا زيد قرب زيد قرب شوية التليفون. وياك سي بون. فوالا هكا سي بون. اوكي. جست عندي ميساج حبيت نوصل لإنسانة عزيز عليا. استنى عاد قبل ما توصل الميساج انت تعرفت عليها؟ والله يا خويا علي انا تعرفت عليها سيتي تشات. مش فيسبوك مش فيسبوك. ايوه من انوتر سيتي تشات. اي صافي نحكي معايا صافي تروازون ابني. اي باهي بالصدفة كانت والا درت عرضية من الاول ومن بعد رجعت تحكي معاها ولا كيفاش معناتها؟ والله ماني ديسكسيون كانت كونتيني معني فهمت جامي كان نهار ما حكيناش. اي فهمت نحكي لك ماني نهار اول نهار ما اللي عرفتها فهمت اش تحكيو شو تحكي؟ تعمل اش عامله سافا اش احوالك حكايات عاديه معناتها عاديه بدات حسية. اي وين تريد هيك معناها كنت نخدم في الدومين يعني ماني وقتها اون 2016 نخدم في الدومين فارماسوتيك. قوي شويه صوت كمان نخدم في الدومين فارماسيتيك و... أيوة. وبحكم انا نسكن معناها نعمل يومين في نافيت بيسك على ريتور 100 كيلومتر متاكل الفيتر نوصل للدار 10:30 ل11 نتاع الليل جست ميم با نحكي 15 مينوت 2 مينوت معناها 15 مينوت و 10 مينوت ونرقد معناها فهمت اي وهيك كان تفيقني الصباح بحكم انا كنت نفيق بكري وقتها 4:30 نتاع الليل تفيقك هي تفيقني هي يعني معناها دي سامبلاني وقتها معناها اي هيا قوم دار مشي يخدم على روحك بالزبش كفتر كذا كذا فهمت قعدنا ديما نحكي اون كونتاكت مع بعض شكجو معناها كل يوم شكجو وقتها انا خويا علي معناها اون بارالي معناها اما انا عندي صوتك شويه راه مانيش نسمع فيك وقت اللي قلت لك في البريد هيك انا عندي شكون في حياتي معناها فهمت بون معناها عندي شكون في حياتي مش معناها اي مانيش ما نحبهاش برشا معناها فما هكا كونتاكت فما معناها كونتاكت ما بيناتنا هيك وقتها معناها انا مش ما نحبهاش وهي زاده كيف كيف معناها ما فماش سونتيمون اونتر نو اي هيك الشيء اللي خلاني معناها نحبها اكثر الطفله اللي كنت معاها كانوا يقولوا نيفو دفي نتاعنا مانيش كيف كيف فهمت نيفو معناها في المونتاليتي في كل شيء معناها مانيش كيف بعاد على بعضكم برشا يعطيك الصحه سي اي اي وهذا اللي ما منعش اللي الطفله هذيا اللي كنت احكي لك عليها مش معناها مش معناها معناها هذه معناها لولا بالكل اي معناها صرت مومو وحبينا بعضنا معناها فهمت حبيتوا بعضكم قبل ما تقابلوا معناتها اي قبل ما الطفله الاولى معناها لا 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 انا موضوع الطفله الاولى ماهوش هو مش هي المعنيه بالامر انا نحكي على البنيه الثانيه اللي تعرفت عليها اي سي ما حبينا حبيتها بالحق معناها قبل ما تقابلها سي اي باهي رست قبلتها وكان كل كيف النهار اللي قابلتها شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ اي النهار اللي قابلتها خويا علي بس انا قبل هي انا شفتها وهي ما شافتنيش وهي ما شافتكش وهي ما شافتنيش اي قلت قايل كيفاش انا شفتها وهي ما شافتنيش لا كيفاش عرفتها معناها بحكم هيك معناها احنا بعاد على بعضنا برشا اي كيفاش احكي لي انا نسكن في معناها في الوسط في معناها وهي تسكن في الفرونتيير اي بين تونس وبين تونس والجيري
تونسية هي ولا تونسية ولا تونسية اي تزري اي تونسية تزري اه من تزري اي سي اي نهارت معناها بعثت لي جيت بيريود وصلت الخدمة هيك في الدومين فارماسيتيك وتليفوني تكسر قلت لي خلدوني كيفاش بدي نحكي معه قلت لها راهو معناها صار لي دي بروبليم وراني ما عنديش تليفون معناها لو لوندوما تهبط للدائر تاخذ لي شريت لك تليفون نرجع كيفاش قابلتها وهي وكيفاش قابلتها هيك ما شفتنيش انا شفتها وهيك ما شفتنيش خويا علي راه ما باش نحكي لك انا الحكايه تي شفتوا بعضكم ولا تو شفنا بعضنا سي اي على الخطر فوالا اكزاكتومون شفتوا بعضكم وهذه دهرنا سي انا اول نهار اللي انا شفتها وهي شافتني نهارتها عملنا الفيونساي معناها فهمت شو نهارتها عملتوا الفيونساي بربي كيفاش اختي اللي شفتها وقتها عملت الفيونساي انت وياها شوف خويا علي خلينا نحكي لك باريتاي باش تفهم لا مش باريتاي اسمعني حسب توجيه السؤال اعطيني يعني نسالك جاوبني باش نختصر لك راه فهمت اي اول نهار معناها هيك شافتني فيه اي معناها اون لايف فهمت اي نهارتها عملنا الفيونساي وحدكم عملتوها الفيونساي لا 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 جدار هزيت داركم في نهارتها ليه انت قلت لي نهارت اللي تقابلنا عملنا الفيونساي تركز معايا اول مره خويا علي اي قررتوا الفيونساي مش عملتوا الفيونساي اي الور اشنو هي المشكله توا بينك وبين خطيبتك به انا قبل ما نعرفها اون 2015 هي توا معناها تبع سيكتور التعليم معناها تقري الحمد لله رب العالمين ولبس فهمت انا ما عادش نخدم في الدومين الفارماسيوتيك شنو هي المشكله بالضبط خليني من دومين الفارماسيوتيك نعرف اوكي تخدم فيه من بعد بطلت تسكتي هيك اون 2015 قبل ما نعرفها انا عندها بروبليم معناها مريضه هيك عندها ظهر هي قلق فيها برشا معناها عندها ظهر اي شنو عندها بالضبط الكولون فيرتيبرال نتاعها معناها نقولوا الفقرات هاربين على بعضهم معناها اي تمشي نورمال والا لا هذا مسبب لها اعاقه ولا ليه معناها هيك تمشي تو كل مومون تمشي لاباس مي تخلي مازالش تتعب برشا ما تعملش ايفور مثلا الكرون ميناج كي اي طبيب الطبيب قال لها تمشي تعمل عمليه ولا تعمل اي معناتها فرض عليها عمليه دونك مرض مزمن يلزم تدخل جراحي باهي وهكا تو معناها كل مومون عندنا دي تريتمون تستعمل فيهم وستيرا وان شاء الله لاباس فهمت اي هيك خايفه هي خايفة اللي أنا معناها ما نجمش نبعد عليها. قالت لك أنت الموضوع هذا حكيت فيه معاك؟ حكيت إي حكيت. وعلاش قالت لك؟ يبدو لي المرض نتاعها مستفحل شوية معناتها. والله أنا يقلق شوي. مادام صرحتك. إي هو صحيح معناها فهمت أنا مراعي لها ظروفها معناها فهمت هذه حاجة ربي معناها فهمت. إي مقلقها هو المرض هذا مقلقها برشا. هي مقلقها مي أنا باديتو. تقني يا خويا عليه فاديت مش قلت لها انت قلت لها عادي معني فهمت انا حد معني ابارسا الكام تاعها هيك امي سي لا ميم شوز معني فهمت فمعني نشوف في امي معني فهمت كيف ما شفني في امي نشوفها فيها هيك معني فهمت هكا نحاول باش نزلها في المورال وهي تقول لي خل دمان وكذا ومش مش تربح مني نهار اخر وانا ما نجمش نقضي وما نجمش ما نجمش تقول لي غير اديك اديك ربي ابو انا ما عرفت ليش بسمع سلمون بالحق معني نحبها برشا ونعزها ونقدرها برشا. قداش عندكم مخطوبين تو؟ برسك بون سي موا. سي موا. صافا انتوما تو؟ والله الحمد لله رب العالمين. وقتاش العرس ان شاء الله؟ والله بنتو ان شاء الله عام الجاي معني بحول الله. عام الجاي. دونك شو هو المساج اللي حبيت تقوله لها؟ نحب نقول لها جميع راني كنسلم فيك. وراني برشا حاجات راك عملتهم معايا جامي كان ننساهم. وراني ما تربيتش على الشيء هذاك. فهمت وراني بالموت يعني بالنسبه لي انا ما واضح ما يبعدنا عليك ربي سبحانه كل شيء ما كنتش ربي هالزمان. واضح يا سيدي شكرا لك على المشاركه معنا نوصل ل 26 دقيقه مازلت نستنى تليفوناتكم على الرقم 71 113000 يلا راجعي 71 113000 الى المكالمه الهاتفيه المواليه مساء الخير. الو عسلامه. الو عسلامه لله مرحبا. نحويلك الحمد لله. شنو حوالك انت؟ هابي سان فالنتان مبروك عليك الخطبه نتاعك. اه
قلت لي؟ قلت لك عيد حب سعيد وان شاء الله مبروك عليك خطوبتك. مبروك علي شنو؟ خطوبتك. انت درق قديش؟ انت مبروك عليك يا لله عيد الحب، وان شاء الله كل عام وانت حياه بخير وربي يحييك الامثله يا لله. قداش عمرك لله؟ 47. 47 مرحبا بك لله. اش مسهرك معنا اليوم وشنو اللي خلاك تتصل بينا وتحكي معنا؟ انا نتبع فيك تيما في التلفزه ولا في الراديو. يعيشك يعيشك يا لله، نحبك برشا انت وخوك. يعيشك. انا نحايل شويه نتابعك انت اكثر. يعيشك. مسهرني انا هو بما انه عيد الحب، انا مش نقول لك على انا وامي ظلمنا الحب. انت وامك ظلمكم الحب؟ ذي غنيتهم كلثوم هذي، ظلمكم الحب الزوز؟ جو دخلت معناتها الزوز انت وامك، فاش ظلمكم الحب سمعني؟ انا كيفاش باش نقول لك، انا ممثله جديده. انت ممثله جديده؟ وين تمثل سمعني؟ مثلت عم ناول مع المخرج التونسي ماجد المناعي، تعديت في حنا دار. وبعد حالفني الحظ وتوا في مصر، معناتها نمشي ونجي. دونك عندك تجارب في التمثيل في مصر زاد؟ اي عملت فيلم توا، عندي فيه جايزة. سي بون ان شاء الله. رابعة عندي مسلسلات في مصر وافلام، وان شاء الله ان شاء الله يا لله بالتوفيق ان شاء الله. اما انت وامك ظلمكم الحب فاش كيفاش؟ انا نحب امي برشا وهي تحبني على الاخر، وهزت معايا حمل الدنيا الكل على خاطر انا في باغية انا واولادي. امي هي حياتي وانا حياتها. المشكل الوحيد على اخويا انها حب مبالغ فيه لدرجه انها تتدخل في حياتي برشا. هذه مشكله كبيره. هذه المشكله الكبيره. كيفاش تدخل فيك امك بطريقه كبيره؟ اول بدايه كنت مخطوبة لمصري قبل زواجي، ما رفضته نهائي. فأنا سمعت كلامها وبطلت وخذيت أول واحد، معناتها المهم راضيها. هي اقترحت عليك الراجل؟ لا بصراحة باش ما نكذبش، هي تتمنى ناخذ ولد بلاد، حققت لها أمنيتها وكها. وخذيت ولد بلاد وفشلت، وفشل زواجي، جبت منه زوج صغار وزواجي فاشل على الأقل. سامحني مدام، انت هي اللي جابت لك العروس ما انت؟ لا قلت لك لا. شنو ذنبها مالها هي؟ لا هي خاطر ما خلتنيش، هي معناتها ما رضتش عليا مع المصري. فهمتك. اي لزتك باش تاخذ واحد تونسي ما تحبوش. انا نحيت خاتمي وكما يقولوا هما والدبله، وخذيت اول واحد معناتها باش هي ترضى لا اكثر لا اقل. ايه دونك خذيت راجل من غير ما حبيته، هذا هو. ايه معناتها ارضاء لها وكها، مش هي اللي اقترحته باش نكون واضحه وما نظلمهاش. المهم قعدت انا معناتها زواجي فاشل، احنا في باغي وهي معايا هزه معايا الدنيا الكل وقراب لبعضنا بشكل غريب. المشكل الحب المفرط نتاعها خليت تدخل في اي حاجه في قرارات. سامحني، تتحكم فيك في كل جزئيات حياتك؟ كل جزئيات. سامحني لهنا تقول ليه انت مدام؟ على وصلت حتى وقت انا معناتها متزوجه ومثلا يقع حمل تقولي لي نحي مثلا. اي انت تمشي تنحي صغيرك؟ نحي مش مقتنعه. اي علاش تسمع في كلامها انت؟ سامحني. لا شوف تو تدخل في جزئيات بسيطه. والله نحسبوها في علاقة الأم ببنتها، خايف عليها وتخاف عليها من حتى من نسمة معناتها. أما أنك تدخلك في حملك تجيب صغير ولا ما تجيبش صغير، سامحني هذا قرارك مش قرار هاي. دونك أنت الغالطة لهنا اللي سمعت كلامها. على الأخر وتوا هاكا كبرت وأولادي كبار وحققت حلمي، وفما حاجات ندمت اللي قلت لها عليهم. إيه من بعد قعدت معناتها أنا قعدت في روتين البلاد وروتين العيشة في بلاد صغيرة ونعتز بها وكل، أما المرأة هنا تلقى فراغ كبير. دونك أنا حبيت نملى فراغي ونحقق حلمي. أنا جاتني فرصة التمثيل قبل معناتها مع مخرجين توانسة كبار،
على اي انها عرفت حد نذكر اساميهم ولا وكلموها شخصيا اي رفضت. هذه في صغري نحكي على 18 في عهد الفوازير وكل حويجه ذيك، تعرضت عليا حاجات من النوعيه ذيك رفضت، قلت لهم احنا ما عندناش بنات تمثل. طفيت لي الحلم هذاك، لكن هو قعد في داخلي يا على اخويا، قعد حاجه ما نجمتش ننساها. كبرت انا وجاتني الفرصه معناتها باش انا نقرا التمثيل، ما نكذبش عليك قريت اون كاشيت، حتى كنت كي نهبط معناها هما مخرجين مصريين قرونا في تونس العاصمه، تعرف بعض المسافه، تعذبت نخرج من السويس 3 نتاع الصباح ونمشي بالسرقه ونقولها عندي اوراق وعندي في حز البرد، نوصل ميتة بالتعب معناتها حتى المخرج نسخفه ونقول له ميسالش مهم نوصل، وانا نقرا بالسرقه بالسرقه بالسرقه. وقت اللي سايب بديت باش نفرح وناخذ شهادة احتراف وصينا، قلت يلزم نقول لها، قلت لها امي راه الحكاية هكا وهكا. اش قالت؟ الله لا يوريك رياكسيون خايبة على الاخر، ومع ان رانا من عائلة متفتحة ومتحررة ماناش كل عائلة باش نفرح. اما انا مدام الغلطة فيك انت سامحني، مش في امك انت الغلطة، انت اللي ضعيفة قدام امك على الاخر، انت اللي معناتها تخلي روحك في وضعيات اللي تقعد نادم عليها عمر كامل. اي صحيح كلام كله صحيح. دونك علاقة ال بالحق ظلمكم الحب لبعضكم، الأم تحب بنتها صحيح، لكن تحبها في الحدود اللي وقت اللي تتدخل في حياتها تتدخل بالحسنى وبشوية، وما تتدخلش في جزئيات حياتها اللي ممنوع عليها تتدخل فيهم. كان بالكلمة الطيبة، أنا هذا اللي نعرفه. وبعد انا كي تخرجت معناها في بالي تخرجت مجرد شهاده وكارنيه نتاع احتراف لا اكثر لا لا، تنجم شهادتك تخدم بها وتعمل بها برشا حاجات. الحمد لله بعد 3 ايام صدقني معناتها جاتني عروض الخدمه، ما نكذبش عليك انا فرحتي كانت كبيره برشا، وانا لم في دبشي وباش نمشي وكل شيء معناتها، وقلت لها امي ادعي لي دعوه خير اللي سي عندي تورناج وكل شيء رمضان عامل وكل شيء رمضان عامل فرحه على الاخر. قل لي انت تخاف منها امك؟ برشا خوف مرضي. اي تخاف منها انت؟ ياسر باهي، خوف يعني صراحه. اي دونك مش قضيه حب برك، حب وخوف. اي ما حبي ولد الخوف، هذا مش حب. أي حب ولادي برشا خوف منها. بوك وين في هذا الكل؟ أنت جيت على الفرح، بابا متوفي الله يرحمه. نعم خواتك؟ خوتي كلهم. أنا وقت اللي هي خيرتني بين أني نمشي نمثل ولا بين أنها تحك لي عندي صالون أنا ملكي، ومعناتها ما عادش تكلمني، كلمت خويا قلت له خويا هذه معناتها محليه الحقيقة. شغلته قلت له راني في اختيار صعب، قال لي يزي تو خذ قرارك وحدك كل شيء يتعوض لك وان شاء الله ربي ينجحك، نعرف اللي انت كنت تراب تحتها. خذيت بكلام خويا وبكلام قلبي انا وين اسمو حاضر، ومشيت فرحانة على الاخر للتغناج. احتد ما نكذبش عليك باش نقول لك انا معناتها ليك احتد النقاش بيناتنا. قلت لها انا خارجه هي خاطر المشكل في عليها كذبتني، قالت لي ماكش ماشي للتورناج ما فماش، وقتاش انت وليت كوثر البردي باش في تعيطي لك وباش يا والله بالحق معناتها باهي. وين وصلت علاقتك بامك توا؟ وصلت انا مشيت شقيت طريقي مثلت ونجحت وكل عجزت فيها، رغم نعرف روحي مقتنعه مانيش غالطه. قلت لها ألف مرة سي علي وما حبيت ترجع تكلمني. واضح متعاركين معناتها توا؟ لا اي انا وياها اي ما حبيتش، الناس كل عزوا فيها. شنو اللي رفضت لها باش خليتها تتغشش؟ هذه ما نجمش نقولها في الراديو الحقيقة. لا قرب لي شوي. لا 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 قرب لي شوي. وجعتها بكلمة في ما في موضوع شنو هو؟ أنت قلت لها لا في شنو؟ نقول لك بصراحة سي علي، قلت لها ما تقفش عليا كما كنت قاسية مع بابا. هذه الكلمة واضح، هذيك أنت جرحتها ديجا. أنا جرحتها واضح.
شكرا لك للمشاركة معنا. نذكر الليلة راهو برنامج سرك في بير ماهوش فيه المواضيع الكل. اليوم نحكيو على الحب، على الحب المفرط، على عيد الحب. دونك الناس اللي تقلقت من المواضيع هذه يا جماعة أنا ما فهمتش حاجة يا أخي. توا تبداو كان حكينا في بعض المواضيع الحساسة ودرشنو ودرشنو تبداو بالألاف تسمعوا نبروا منتم. وكان حكينا في مواضيع هكا فيها مناسبة وفيها حب وفيها كذا ليش بي المواضيع هكا يا سيدي. الليلة سبيسيال عيد الحب مناخو كان تليفونات تحكي على الحب. التليفونات الأخرى الليلة منيش مخوها كان على قصص الحب الفاشلة وإلا الناجحة. ماذا بيا الناجحة الليلة نحكيه سبيسيال عيد الحب في برنامج سرك في بير. يلا معايا الليلة صديقنا صالح في الإخراج، صديقنا أشرف أفانتي في الديجيتال وفي تأمين البث المباشر على الفيسبوك صفحة موزايكا فام، وصديقنا شاكر في استقبال مكالماتكم الهاتفية. الليلة سبيسيال عيد الليلة نستقبل تليفوناتكم على الرقم 71 113 1000 للمكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير ويا نوع عسلامة. أهلا عسلامة لله، مرحبا بيك. صفا لبس عليك سي علي. صفا لله لبس عليك انت. ما حمس نقولك سي علي، حمس نقولك علي. ايه فكالية من سي علي ترى. والله فك علينا برافي. فك علينا لنزينا سبيسيال سان فالونتان ليلة. خلينا فك علينا من المشاكل، فك علينا من الجوج عام كامل وإحنا مشاكل وتتت وتتت وتتت. خلينا نخدد شوية، خلينا مش نتفرد شوية، تنسمو حكايات بهي. قول 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 شنو؟ سي كول معناها. اي اه كول بيان سور كول. مرحبا بك. مرحبا بك. اسم اختي المختار. عايشك عادي عايشك ميرسي بيان. والله تعجبني انت. نقول لك حاجه بور دو بون، عندك حاجات فريمون فريمون كشخصيه معني انا قاعد نتبع فيك راهو. عايشك عايشك شويه بالذمه شويه شويه. انت هكا ايش عندك عندي وكا؟ يعطيك الصحه. نو مي تعجبني في حاجات فريمون عندك دي برانسيب. اكيك شوي شو كيما الناس الكل يا اخي في الاخر في الاخر اكسكلوزيف شوي معناها في الاخر في الاخر كيفاش يقولوها يزمك تشبه للناس. كيفاش تشبلهم الناس في مواقفهم في اللي يفكروا فيك وهما يتفرجوا فيك ولا يسمعوا فيك؟ ساعات تكون صحيح ساعات تكون غلط. أكيد بسيبل مع أنت واحد باش يكون ديما صحيح في مواقف إنسان موش معصوم للأخطاء. يعطيك الصحة. وشكون منا معصوم من الخطأ؟ ما فهم حتى واحد. أما إحنا ما غالب علينا إحنا يس شدين القول لبعضنا. يسمع شو شو الدنيا هكاك. شوف من أصاب فله أجر ومن لم يصب فله أجر. ذيك الحاجة الوحيد اللي واحد تعرف اللي قعدت في مخي. واحد في الأخر ما اختارش باش يخدم لا بنكاجي لا موظف لا معلم لا استاذ لا كذا. اختار باش يخاطب الناس ويحكي مع الناس. مش ميساج راهو ذاك. فوالا سي تو تافي نورمال باش الناس تجي معاك وتجي ضدك. ما ينجموش الناس يكونوا معاك على طول الخط. امبوسيبل مستحيل. انت شوف المحيطين بيك. وباش نقول لك حاجه وما خيبها زادك تكون الناس كلها معاك. ما تحسش بلذه العمل نتاعك انت مثلا في داركم مثلا كي تجبد سوجي الناس كل يجيو معاك فما الناس يجيو ضدك في وسط الدار في وسط العائله ابوك ولا امك ولا اخوك ولا اختك ولا راجلك ولا ولادك يقول لك لا ما يجيش هك. اكزاكتومون اللي قاعد يصير في العائله المضايقه راهو يصير في الـ في الـ في, الـ في المجال الاعلامي والمجال الاقتصادي والراديو والتلفزه والميديا. اي برا سيدي اش مفهرك عندي هالليله ساعه؟ انا والله والله نقول لك حاجه فوغ دو بون. انا مانيش مغرومه بالراديو اما انا بصراحه فهمتني قاعده نتبع في دو بروغرام واحد على اذاعه اخرى والموزايك فيهم فريمون معناها موزايك هي موزايك موزايك متنوعة ولا موزايك هي ويعطيك الصحه هي موزايك هي فهمتني. ونذكرها من هنا هكا مع الياس وكل الجماعه فهمتني الدبي وقت كيفاش طلعوا فهمتني وانا معاهم وقتها نسمع فيهم. من بعد سافرت شوية رجعت عملت ريكول ورجعت فهمتني وهني معاكم هنا قاعدة نسمع فيكم. مرحبا بك يا لله. قول لي فهمتني ومحليكم يعيشك يا لله وانا بالحق محليكم. بغيف انا تعرف شنو حبيت نقول. حبيت نقول احنا بون احنا ما نمنوش بالحب برشا والله مش بالحق والله اللي اسمع انا واحده من الناس نمن راني انا جو كوا لامو راني جو كوا مني نمن بالحب فهمتني. اسمع فيا مي ساعات نشوف حكايات
وقاعده نشوف في حاجات فهمتني فريمون معناها توقف المخ. كيفاش قول لي كيفاش ترى؟ باغ اكزومبل مراه وراجلها ويحبوا بعضهم كوبل، ونقولوا احنا كوبل يحبوا بعضهم، كي تمرض المراه ولا كي تصير لها حاجه الله لا قدر فهمتني، ديما الراجل ديما يعمل غيكول هذيك فهمتني، ما يقفش معاه ديما. انا نشوف المراه التونسيه تحب اكثر اون جينيرال، المراه اكثر اون جينيرال مش التونسيه، في العالم الكل. هي في العالم الكل اكيد فهمتني. وعندنا حاجه احنا خايبه هوني فهمتني في تونس، خاص نقول لك شنو هي، مثير باش نقول نحبك ولا باش معناها هذيك حاجه معناها كانك انت معناها رخيصة، وكأنك أنت معناها أي فما النظرة هذه موجودة. أي ليه موجودة موجودة؟ اسمع الموضوع هذا عنده علاقة بالرباية من الأول، راو راو كي حن عليك أبوك وتحن عليك أمك وأنت صغير، هي اللي باش تمرر لك الحنان هذاك والإحساس هذاك. والله ليه لا 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 فيه اسمع ينجم يكون صحيح ولازم يكون غلط. أنا سامحني، أنا بابا وأمي سون سيباغي داكوغ، أنا ما عشتش معناها طفولتي معناها عادية فهمتني، عشت مع أمي بالحق هي كل شيء فهمت لي، مي بابا ماهوش معانا، معناها ما عشتش معناها طفولة عادية فهمتني. أيه. مي أنا ساعات نحس روحي أوفر دوز في الحب ياسر. تراه كيفاش تحب أوفر دوز في الحب؟ تحب شكون أنت؟ أنا ما نحب حتى حد، أنا فوق المومون تعرف حاجة مشكلتي انا ما نعرفش اسمي، مشكلتي كنحب انسان، انا بصراحه باش نحكي معاك راني ما نحبش نكذب، راني اي مثالي نحب نحكي بصراحه حاجه تخرج من القلب. كيف باش تفلم على روحك وتفلم علي انا وتفلم على الناس؟ لا 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 باش نعيشوا في الافلام وما نستفادوا شيء، هات اللي عندك كله. نحب حاجه توصل لهم اللي هما فهمتني. أنا في بيتي 4 شهور التالي ولا 5 شهور 5 مواع معناها التالي فهمت ولا يسمع فيا تسمع فيا في بيتي نحب، وفي بيتي هيك اللهفة بتاع التليفونات وك بتاع الميساجات هذاك يتسمى وهم الحب هذاك. إي تسخايل روحك، تسخايل روحي نحب فريمون معناها على الأخر فهمتني، وفجأة تسمع فيا يطلع حد يفركش اللي تستخايله حب وتلقى مني روحك في الحب الحقيقي. مني ليه مش حب حقيقي؟ والله ما نعرف الطب، ما زلت هيني قاعدة خميسية ايه فهمتني. وين ريت وين شفته؟ هي بار كونسيدونس سي لازار، كما تقول انت في المطار انا في المحطة. انت في المحطة كي جات عينك في عينه اشنو قلت في مخك؟ هو بقول لك حاجة، هو بصراحة استنيني أعمل أنت غيكول معناها أشني نقول، وإحنا نرجع بالتويلي شوية سمعتي نسينا ذي فهمتني، قلت لك أنا في بالي نحب وفي بالي معناها كهوا هو معناها أو لا أحد تسمع فيا ولا لا بالحق بالحق، وصافي بخيسك معناها عندي بخيسك 3 سنين ما عملتش غولاسيون معناها بتاع إنسان هكا نحب ويحبني والحاجات هذيا فهمتني، عاملة هكا حاجة روحي فهمتني لظروف عائلية وأمي خاطر توفيت فهمتني عندها. اسمعني نرجع وقت اللي ريته أول مرة. وقت اللي ريته أول مرة بصراحة تي مالي شنو قلت يا أخي أنا شبيني يا أخي، أنا علاش كنت نحكي مع هذيك وعلاش كنت ملهوفة وعلاش معناها فهمت لمت روحي فهمت ولا لا؟ شنو حسيت كي ريته أول مرة؟ ماشي حسيت حاجات وكا هاو كيما الناس كلها تحس. شكون بدا يحكي الاول؟ لا انا انت وبعد هو كيفاش هو قاعد يخزر لي، هو قاعد يخزر لي بالطبيعه فهمت اللي يسمع فيا، هو حسيته يحب يحكي معايا فهمتني تسمع فيا معاك وبالصدفه تعرف شنو قال لي نعمل في تناشي امور جديه. شنو قسمت بالليل علي العظيم ورحمة الله. شو ما رجي تورناش في أمور جدي؟ معناها هو يغني. يغني؟ شكون اللي يغني في أمور جدي؟ والله ما لازمش نقول اسمه خاطر ما شاورتوش أنا بصراحة. لا استنى يا أخي، شكون عندنا يغني في أمور جدي؟
لي هو معناها انفيتي معناها عند وقت اللي كانوا يجيو دي انفيتي مش انا وقتها كان نوف وقت اللي كان نوف جابوا يغني مطرب ماله هو لي موش معروف هو مازال موش معروف مازال موش معروف والحاجات هذيك اي فنان معناتها عنده اغاني ليه صوته احلى وطياره يعجبني صوته انا بصراحه فهمتني هكا الستيل تاع محمد حمائي وكذا حكيت انا ما كنتش نعرف عليه حتى شيء على فكره انا شفته حسيته ما نعرفوش انا شفته حسيت بحاجه حسيت حاجه جبدتني لي فهمت لي ومن بعد احكينا يا اخي قلت له بربي سامحني اما تاخذي ادونجي من القهوه فهمتني نبعث فيه وليد فهمتني حكيت معاه بيان سور فهمتني اسمع فيا معاك اي حبيت معاه اول ما حبيته اما جبدني جذبني جذبك باش كيفاش احساس هو احساس شخصيته عجبتك يعطيك الصحة هو أطر شخصيته أنا ما زلت ما حكيش معاه بالقدية فهمتني اسمع فيا أما ساعات تحس الإنسان حتى ما غير ما تحكي معاه راه فهمتني ساعات سما إحساس قاعد يتعدى سانكوهون هو يتعدى صحيح ولا ليه ساعات إنسان معناها إنسان ساعات تعيش معاه 10 سنين وخمسة سنين وفجأة يطلع لك حد آخر فهمتني تقول لي أنا كنت كيفاش كنت عايش معاه هذاك فهمتني معناها تفيق معناها فقت على روحي سو غير بالحق فقت على روحي قلت لك من شبيني انا معناها كنت سامحني قداش عندك معاه تو؟ سبع عام لا اقل اشهر تعدت اشهر اشهر كيفاش تعدى في امور جديه واشهر تي انا في امور جديه ديجا دونك نعرفوا اي ما جبتش ضيوف ما جبتش ضيوف جبت انا جبت ضيوف أي تركز معايا صالح أشرف شكون جبت مطرب أنا نظيف من سفيقس من سفيقس هو فهمتني تي بلا تي قولي شكون تو انت في عيد الحب وما تحبش تقول لازم نقول اسمه والله لازم نقول اسمه انا جبت مطرب يغني مستحيل ما تعداش عندي اللهم معنا وفي القبل تعدى عندي معنا وفي الخاطر عنده أشهر معنا وفي معنا وفي الولا عامنا أي عامنا أي يعطيك إيه بيه شكونه تاي شكونه شكون والله ما نفسه نقول اسمه ولا حاجة تخيزي تحسها فهمتني حتى شو كريفي تو أنت على علاقة بيه على أخام سيب أنا فهمتني فهمت باهي ما نحرجك شاي تحبش تقول فهمتني ليه تنقول أنتم قدوة تتعديوا لا ما نتعديوش تعدى كل يوم عاش تعدى كل نهار اليوم هاي قول لي على اسمه تشكون علاه بالعكس عملوا ديكلاراسيون دامور شنو المشكل مادامكم على علاقة وتحبوا بعضكم شنو المشكل يا اخي خليل شنو بن سليمان خليل بن سليمان خلينا ندخل على اليوتيوب ونشوف اشرف فيكمل لي عادي دونك تحبوا بعضكم ولا يشوف هي ما حددناهاش العلاقة بالضبط فهمتني ما ثم سنتيمون ا بارتاجي معناها فهمتني اسمع فيا انا تعرف النوع تاعي ما نحبش نحدد ما نحبش نحددها العلاقه نحب كل حاجه تمشي بطبيعتها فهمتني اي عرفت هذيك محليها جي محليها فهمتني ما نحبش كل يغير عليا ولا باش نغير عليه ولا قدامي سي خليل قدامي هو كليب اي راك خرفتي هكا عنده غنيه راك خرفتي ليلي عنده حاجة حلوة أخرى عنده حاجة نشوف استنى خليل بن سليمان بوك عنده حاجة عنده اي باهي وين وصلتوا توا؟ وانا ديجا قلت له تعرف شنو قلت له نحبك تعمل ستيل روحك معناها فهمتني خاطر هو فريمون صوته انا بصراحة مقتنعة بيه على الاخر ونفهم راهو في الاصوات انا فهمتني معناها ياسر صوته عنده تنغنيغه مزيانه ونجم يعمل ستيل الروح ويوصل والله باش نقول لك حاجه بوغ دو بون انا مانيش طامعه راهو باش يخوني ولا طامعه باش حتى لي 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 انا قلت لك راهو جوك وانا موك سان سنتيمون معناها هو احساس حلو فهمتني شو مدام انت تقول فيه كله صحيح راهو والله بالحق ساعات لما برشا انت تحب شخص تحبه ما تنجمش تعيش من غيره والشخص هذاك هو جزء منك هذه حاجه باهيه مش حاجه خايبه
حاجه باهيه. انسى خليني من العرس وخليني من كذا ومن كذا. لا احنا ما هو العرب هكا اوني كوم سالي زغاب. انا خاطري يمكن عشت بغيود الاربع سنين البرة تسمع فيا ولا لا؟ معناها هذيك المونتاليتي بتاعي وقريت البرة اون بليس هذيك انا انسانه محافظه على فكره. اسمع اسمع جاني تعليق طياره برشا اسمع فيا. واحدة قالت قالت اسمه رايح رقدته في البنات الاخرين الكل باش يندبهم مزيان. اقسم بالله هاي هذه خلفاوي هذه. واحد قال لك قال اي قال لك حرقته مع البنات الاخرين الكل تو سي. خليه خليه اي هكا نحب انا. انت عملتها باش تحرقوا جمله. ليه والله ليه انت اللي قلت لي. واحد واحد قال لك شنو قال لك واحد شنو انت صديقه خليل انت ناس طيبه بالحرام لا نعرفه. قال لك ليه تو تعرفوا قول له تو تعرفوا يا المليح يبقى قول برا عاد سميره مشيت تجري اليوتيوب تحب تشوف خليل. والله نبى عليها هذه انا والله كلهم مشاو تو اسمع برا شوف لي فيو تو انا خليتها 1200 اتو تلقاها من هنا العقاب. اقسم بالله العظيم انت رد بالك من اللي عامله عملتها حتى انت برا وفتشوا على خليل بن سليمان يوتيوب ايه اجري شنو هكا مالا شنو كهو يا علي الله يا بنتي الله غالب شو نعمل الله غالب ليه قلك خليه اقول لك حاجه انا عندي انا عندي ثقه في روحي. عندك ثقه في روحك انت والله لي كونفيونس داكوغ والله ملك كاين نهار يخلي يعمل دي كونسيغ كبار وما نعرفش شنيا فهمتني وانا نبدا لي خليه 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 عم بحره خليه عم بحره تقول انت طيب باهي وين وصلت في علاقتك بيه؟ لا والله نقول لك حاجه قلت لك 5 سنتيمون اتارتاجي معناها فهمت اللي اسمع فيا وان شاء الله ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وان شاء الله وان شاء الله ديما تحبوا بعضكم ها وتستحملوا بعضكم سيغتو تستحملوا بعضكم اي بالحق والله يا اما انت تعرف خوفتني تو على خاطر مشاو الناس كل تجري اليوتيوب يحبوا يعرفوا خليل بالعكس تعمل له كوم تاع بيبيسيتي انا والله انا والله الحق لا تفرجت فيه اما انت عملت له كوم تاع بيب شيء كبير الليله الحق والله شيء كبير قسما بالله لي صوته حلو والله صوته حلو وعنده حاجه باش يخرج اسمع رمزي قال لك يا مراه الراجل باش يطيروا لك بيه باش يطيروا لك سلطانه وياهم قالت لك خليل الليله هربوا لك بيه يا حنانه تو تنفعك الثقه ليه بالحق سبوان زعما والله استنى استنى ها واحده اسمها كوثر قالت لك لقيته سي لقيته ولد عواطف امسى قال لك ولد عواطف امسى ولد عواطف امسى استنى قال لك خليل باش يشد لا استنى زيد باهي انت ما استدعيتش حتى حد يا اخي ما استدعيت حد لا انا ما استدعيت حد حتى نعرف قال لك اسمع محمد بن عامر قال لك دار دار بيت بيت حوش حوش الليله ما نرقد زنقه زنقه الليله ما نطلع هذا يا خليل سي احمد قال عيب على الاخر وهكا يا زيد احمد ايش دخلك انت؟ هذه الطفله تحب تقول لفلان انا نحبك انت شو دخلك في الموضوع؟ يا ولدي نحبك يا اخوك يا صديق يعطيك الصحه الحب ماهوش حرام قول له مريم قالت لك ربي يفرح قلوبكم ويهنيكم والكلام الباهي انا نحب الكلام الباهي شنو هو الاخر يا خليل يا خلخول الناس كلها تطربش بخليل الليله هو اختارها باش نقول لك حاجه على فكره والله النجم انا مي هو عنده ماماته مسكي توفيت عندها بريسك دو جور فهمتني عرفت حتى كان باش نعطيك النيميرو بتاعه وانت هكا ديما هيك سيربريز اللي هو ولا حاجه معناها ينجم يدندن لكم حاجه اسمع اسمع سميره قالت لك من كثر ما حكيت عليه بالباهي وليت نحبه خليل انا حب قلتها حب اتفقت شيء قالها مي شفت اتفقت ايوا انا قلبي كبير قالها فرح عندي فرح فرح قتلك هو مش معروف بعثها باش تكلم سرك في بير باش يجيب لي فيو اكثر ويعمل البوست استنى 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 استنى
يا فرح يا سيدي ميسيدس مد... يا سيدي سوبوزون تكلمت باش تعمل له اكثر نمبر دو اخوان ميسيدس. ليه ولا ليه ولا ليه؟ ليه ماكش فاهمه انت، ماكش فاهمه انت، ما حبيش تقول انا كبشت فيك بالسيف باش تقولها. انا اول حاجه تعرف نكلم والله صدقني ما امبوسيبل ليش باش شفت احنا مخيبنا في بعضنا. حبيت نقراو لك انا الميساج باش باش تشوف ياس اللي بريجيجي ياسر ياسر يا ودي قول لهم صفيوا قلوبكم خليكم كما انتم يا كما انتم فهمتني خلينا بالحق يا وهي غلبة ليش نتنرفزي علي والحق يا نحب اسمع وزيد النرفز. قال لك خليه يبعثها باش تعمل البوز والفي والفي. قولوا لا بوز ولا في احنا نقولوا على اللايف نلعبوا بابا 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 لا انت قوي انت انت قوي اه ولا الضرب الصحيح انا بوز ولا في انت ضرب اللايف راه هنا احنا لا في لا حد شيء احنا على اللايف قولوا بابا يا لله مرحبا بيك رب لحظه بركه لحظه فرح لا فرح قالت لك سامحني نفدلك راه جاوبتنا قالت والله محليهم 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 البنات والولاد اللي على والله اسمع اشطر لك ليه مره تفكر انت كيك طنبير اسمع تا واحد قالق شاد التليفون هكا ويعمل كتيبة يحب يحب نقرا له كومنتير انا والله نحب نقراهم لي كومنتير الكل اما بالالاف ما نجمش ما نجمش بركار اسمع اسمع عز الدين سيف استنى استنى عز الدين سيف قال لي سي علاء اش تموت على التشقشيق لحناك يا خويا نموت على التشقشيق لحناك اقعد انت يس... انت تفرج وانا نتشقشق لحناك يا خويا انا عامل جو هكا يا خويا مريك والله وانت علاش تنسنس وانت علاش تنسنس يا خي برا بدل بدل الراديو واخر ترى ما تنجمش تقعد معانا الليلة تسهر يكون ليه عن ما عندوش معايا يحكي مع شكون يحكي فهمتني هكاو هكاو أي لله مرحبا بك ميرسي اسمعني اسمعني شو قالك حاجه آه. نجم تغني لي مش تغني لي سامحني آه. تعدي لي غنية اليسا اليسا شنو تحب اليسا نفسي اقول له نفسك تقولي له ايه وانا شو هي تقول له اليسا ما عرفتها استنى. هي استنى استنى في انتظار صالح يلقانا الغنايه نفسي اقول له هكا نفسي اقول له اسمع سناء قتلك خليل الحب انا والله بالحق وليت نكرك يا علاء هاو في جرتك انت ولا تكرهني انا تو ريت 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 ما في بالوش ولا اللي في بالو يا نعرف ما في بالوش باش كان في بالو انا نقراهم الحكايه تدوما نقول لك حاجه عليه بالحق انت محليك 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 ولا بالحق عايش بالحق نحسك بروفيسيونيل انا مش بروفيسيونيل يا بنتي انا اسمع اسمع انا انا كيما خوك كيما واحد من عائلتكم كيما كذا انا هكا نحب الراديو هكا ونحب التلفزه هكا اللي في قلبي نقولوا واللي في فمي نقولوا ونقرا واللي نرفزني نتنرفز عليه سور اونتين زاده ونشري له عركه ويشري لي عركه هذيك هي هذيك هي كل واحد طريقته فما تلقى لابس كرافات وكيبس روح هكا اهلا وسهلا مرحبا بكم الليله في برنامج سرك في بير ما نزو ذيك ما ليه 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 وش قولك حاجة راه حزيت هذيك ما تتعديش راهو على التوينسة احنا على على فكرة التوينسة راهو معناها ذكيين راهو احنا معناها فهمتني نفهمه معناها انت من التوناليتي للتوناليتي بتاع صوتك نحسك تحكي من قلبك ولا نحسك هذاك هو هذاك هو كيما الناس وخير من الناس واقل من الناس لا لا صباح الخير يا لاله وليت تكزينا صباح الخير وليت تكزينا وتنقى لك الغنايه شويه خير اوكي داكا. يلا لاله بونوي الى اللقاء تشاو